الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وتسليمًا مزيدًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على الجماعة، واحذروا من الفرقة، كما أمركم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة العظيمة. فإن الاجتماع من سمات أهل الإيمان، وإن التفرق من سمات أهل الشرك والكفر. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فاحرصوا عباد الله على هذا الأمر العظيم، فاحرصوا عباد الله على هذا الأمر العظيم وهو الاجتماع، واحذروا من الفرقة، لأنه يا عباد الله لا تكون البلاد مطمئنة إلا بالاجتماع حول من ولاه الله سبحانه وتعالى الأمر. فإنه لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. والأمن يا عباد الله به يكون العيش، وبه تكون العبادات. ولذلك ذكر الله عز وجل في كتابه عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم دعوتين هما من أعظم الدعوات. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فانظر يا رعاك الله إلى هاتين الدعوتين التي دعا بها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فدعا بالأمن قبل الرزق، ودعا بالأمن قبل التوحيد، وذلك لأنه من دون الأمن لا يكون الرزق هنيئا ولا تكون العبادة مطمئنة. ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى على قريش، فقال سبحانه وتعالى:
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذه يا عباد الله نعمة عظيمة ومنة كبيرة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه، يعني في نفسه وفي قومه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي كأن هذه الدنيا قد جمعت له. وذلك يا عباد الله لأن الأمن هو سبب قيام العبادات، هو سبب قيام العبادات وسبب الأرزاق، وباختلال الأمن يضيع هذا كله. عباد الله، إن مسألة السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولذلك تتابع أهل السنة في كتب الاعتقاد على ذكر هذه المسألة، فدل على أنها من أصول أهل السنة والجماعة، ومن خالفها فقد خالف الجماعة وخرج عن سبيل المؤمنين وحاد الله ورسوله. فقد تتابع العلماء على ذكر هذا الأصل في كتب الاعتقاد أن السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا واجبة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فالسمع والطاعة إنما تكون في المعروف ولا تكون في معصية الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا يخرج على ولاة الأمور بسبب هذه المعصية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئاً من معصية الله تعالى فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وفي السنة يا عباد الله أحاديث كثيرة جداً تدل على هذا المعنى العظيم، وذلك لأن العبادات والطاعات وحفظ الدماء وحفظ الأعراض لا تكون إلا بالإمامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. فقال الصحابة: يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وسأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المرتين، ثم أجابه في الثالثة فقال له: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. فقال له الصحابة: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: ادوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. ومن أعظم الأحاديث التي هي أصل في الاجتماع ونهي عن التفرق وأصل في السمع والطاعة والبعد عن الفتن والحذر من التفرق، حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا من عظيم فقهه رضي الله عنه وأرضاه. قال: كان الناس يسألون عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، أي أن يدركه الشر. ولذلك يجب على المسلم أن يعلم الشر من أجل أن يتقيه، ويعلم الخير من أجل أن يعمل به. فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: قلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر،
فجاءنا الله بهذا الخير أي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فقال له حذيفة وهل بعد هذا الشر من خير؟ وهذا الشر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هي الفتن التي قامت في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأدت إلى مقتله شهيدا صابرا محتسبا رضي الله عنه وأرضاه. ففتحت الفتن بعد موت ومقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال له هل بعد هذا الشر من خير؟ فقال له صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخن، أي هناك خير ولكنه مدخول، ليس هذا الخير خالصا وإنما فيه مكدرات. فقال صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخن. فقال حذيفة وما دخنه؟ قال أمراء يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، يعني فيهم معروف وفيهم منكر. فقال حذيفة رضي الله عنه وهل هذا بعد هذا الخير الذي فيه دخن وكدر من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم. وهؤلاء الدعاة هم كل داع إلى الشر، كل داع إلى الشر، وكل داع إلى المنكرات، وكل داع إلى الخروج على ولاة الأمور، كل داع إلى الثورات، كل داع إلى الاختلاط، كل داع إلى التبرج والسفور، هو داخل في هذا الحديث كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة عن هذا الشر دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا يا رسول الله من أجل أن يحذرهم. قال قال صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فدل على أن الأمر عظيم، دل على أن الأمر عظيم، فهؤلاء الدعاة منا ومن بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم في الحقيقة شياطين يريدون الشر بالأمة. فقال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فهذه هي الوصية العظيمة، لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، لأن بلزوم الجماعة تكون الجماعة وتكون القوة وتؤمن السبل وتقام الحدود وتقام العبادات. فقال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فانظر إلى الوصية الثانية العظيمة. فقال له صلى الله عليه وسلم اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فلا حجة لأحد في الالتحاق بالجماعات أصحاب البيعات التي تخالف الجماعة وتحرض على الخروج على ولاة الأمور حتى في وقت الفتن وفي مدلهمات الأمور. على المسلم أن ينأى بنفسه عن الفتن، لأن من استشرف لها استشرفت له، ومن استشرفت له الفتن أهلكته والعياذ بالله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا والشكر له كثيرا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلاة وسلام المزيد. أما بعد عباد الله، فإن السلامة كل السلامة في اتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم، ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم
وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، كل هذه الفرق في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم، إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، ومن هي؟ أي هذه الجماعة. قال: هم الجماعة، أي هم المجتمعون على ولاة الأمور وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: على مثل ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. فالميزان هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وما كان عليه السلف الصالح. ومن سبر حال السلف الصالح حال الفتن عرف حرصهم على الجماعة ونبذ الفرقة. في عهد الصحابة حدثت فتنة الحجاج، وهي الفتنة العظيمة. والحجاج كان سفاكا للدماء، ظالما جائرا، فجاء الناس يشتكون إلى أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال لهم أنس رضي الله عنه؟ هل قال لهم: قوموا وثوروا وقاتلوا؟ لا والله، قال لهم: اصبروا، فإني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. فأوصاهم رضي الله عنه وأرضاه أن يصبروا ولا يخرجوا، مع ما كانوا يلقون من ظلم الحجاج، ومع ما كانوا يلقون من جوره وقتله وسفكه للدماء. وذلك يا عباد الله لأن الخروج أشر مما كانوا عليه. ولنا في قصة الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه ورحمه ورفع منزلته، أنه رضي الله عنه ورحمه حصل له ما حصل من الفتن، حتى أنه كان يجلد جلدا قويا، فيأتي الواحد فيجلده بكل قوة ضربة واحدة، حتى أنه رحمه الله خلعت كتفه من شدة ما وجد من الضرب، بل حتى أنه سحب في الأسواق، وهو إمام أهل السنة والجماعة. فيجتمع الناس عنده فيقولون: يا أبا عبد الله، قد ترى الأمر، يعني ما حصل في ذلك الوقت من الفتنة والدعوة إلى خلق القرآن، وهذا أمر كفري، نسأل الله السلامة والعافية. فماذا قال الإمام أحمد؟ مع أن كلمة من الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه تجعل جميع الناس في ذلك الوقت يخرجون ويثورون، ولكن قال لهم: الدماء 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 الدماء، ونفض ثوبه رحمه الله تعالى، وقال: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فهذا يا عباد الله فقه الصحابة وفقه سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. وإذا عرفنا هذا يا عباد الله، علينا أن نحذر من كل الجماعات التي تخالف هذه الأصول العظيمة، أصول أهل السنة والجماعة. فإننا في هذه البلاد ولله الحمد والمنة كنا على هذا الخير العظيم، حتى دخلت علينا هذه الفرق المحدثة، وهم كثر، خاصة أصحاب البيعات المخالفات لمن ولاه الله سبحانه وتعالى الأمر، كالليبرالية والعلمانية والطرقية الصوفية، وكالإخوان المجرمين التي انبثقت منهم فرقة السرورية التي أسسها محمد بن سرور العابدين، الذي أحدث هذه الفرقة وشق الجماعة وحزب الناس في وقت كان فيه الناس كانوا مجتمعين على ولاة الأمور. فأسس هذه الجماعة السرية التي بنيت على البيعة السرية، وبنيت على مناكفة ولاة الأمور والدعوة إلى الخروج عليهم وإلى الثورات وإلى محاربة كتب العقيدة. فقد كان يقول هذا المفتون: إن كتب العقيدة كتب جفاء، وذلك لأنها آيات من القرآن وأحاديث من السنة. وقد سئل شيخنا العلامة صالح الفوزان عن هذا القول، فقال: إنه قول كفري. وأتباع محمد بن سرور زين العابدين
كثر خاصة في هذه البلاد، ولهم سمات يعرفون بها. منها يا عباد الله أنهم يؤلبون على الحكام ويأمرون بالخروج عليهم ويؤيدون الثورات. ولنا يا عباد الله في ثورات الربيع العربي كما يسمونه، وهو الربيع الكفري الذي أيده الكفار وقام عليه المسون من أجل تدمير المجتمعات المسلمة، لنا في هذا المثال عبرة، حيث إنهم حرَّضوا وباركوا هذه الثورات ودعوا إليها، حتى ظنوا أن هذه الثورات ستصل إلى هذه البلاد، ولكنهم خابوا وخسروا. ففي تلك الفترة خرجوا خروجًا عظيمًا، ودعوا إلى الثورات دعوةً كبيرة، حتى إنهم كانوا يقولون عن هذه البلاد أن الثورة منها قريبة، ولكن خاب سعيهم وخيب الله ظنهم. ومن بحث وجد، ومن فتش عرف. ومن سماهم يا عباد الله أنهم يشرحون كتب العقيدة وكتب السنة ويدعون العلم، ولكنهم يحرفون كتب العقيدة وكتب السنة خاصة إذا وصلوا إلى باب السمع والطاعة. ولنا فيهم يا عباد الله مثال عند تحريفهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع للأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فحرفوا هذا الحديث عن معناه، مع أن هذا الحديث واضح في معناه، لا غبش فيه، لا غبش في هذا الحديث ولا تأويل له، وإنما هو نص واضح في الصبر على الأمراء وإن جاروا وظلموا. فهذه كانت طريقتهم، أنهم يشرحون كتب العقيدة وكتب السنة، ولكنهم يحرفونها ويؤولونها على غير حقيقتها، فيفتنون الناس أنهم أصحاب علم، ويفتنون الناس بتحريف العلم عن صوابه. وسماهم يا عباد الله كثيرة جدا، وما ذكرناه هو أبرزها. والقاعدة في هذه يا عباد الله أن نلزم إمام المسلمين، ونلزم جماعة المسلمين، ونحذر من التفرق والتحزب أيًا كان هذا التفرق وأيًا كان هذا التحزب. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شهد شهد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد عقيدتنا وأخلاقنا بسوء وفتنة، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.